قصة وتثمر جدلها مع عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله على جنتل وجنتل مصنع الأبطال. فعلا الحمد لله أنا اليوم بطل من أبطال جنتل، وهذا بفضل الله ثم فضل قناة الواقع اللي أتاحت لي الفرصة، وبفضل الجمهور اللي دعمني. أخوكم إبداح الحيم، وبما أني جيت كمنشد ومقدم متأكد أني اخترت المكان الصحيح اللي أقدم فيه موهبتي، وبإذن الله نطلع بالصورة فوق انتم ما تتوقعونها، لان متاكدين بالشغف والحماس اللي عندنا بان نطلع بنسخه استثنائيه، وهذا وعدنا وتحدي ان باذن الله نطلع بنسخه استثنائيه ما مرت على برامج الواقع باللي عندي وعند زملائي باذن الله، وباذن الواحد لحتى تشوفون اللي يسركم. في النهايه اقول اخوكم الصغير ذو الاسم الكبير بخطى يسير لعنان السماء. السلام عليكم. أقدمت عندي منا لإبداع شيء كثير، عفويه وشعر والحنن تسر الضمير، وليا نقص شيء من هالوقت جدا قصير، يالله عسانا نقدم ما ينول الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المتسابق نواف مخلفي، حضرت في جنتل بموهبة الشعر والإنشاد، وحضرت كذلك لأنافس على المراكز الأولى والوصول للنهائي، ونترك الأثر الطيب والرسالة الهادفة والخصال الطيبة. يقول الشاعر: ليه اترك الحلم واذرف من وراها الدموع، واحلام الانسان توخذ غصب ما تنعطى، تشكل اي ظروف الدهر ومن اي نوع، بجيت هادي ومتوازن وواثق خطى، القلب ضد الكسر والراس ضد الخضوع، والمتن للشيل واليمنى البذل العطاء. يقول الرأي: القلب ضد الكسر، القلب ضد الكسر والراس ضد الخضوع، والمتن للشيل واليمنى البذل العطاء. يلي يشعرك مع الايام لا للرجوع، كل الاماكن ترحب فيك غير الوطاء. ماجد بن نايف الجنتلاوي الاول، بعد توفيق الله
ثم دعمكم. من أنا بصفة عامة؟ أولاً والديني هما الأفضل رغم الأفضلية. ثانياً من في القلب؟ أنت الأهم رغم المهم. ثالثاً أخوان وأصحاب، أنتم الأساس لكل شيء. رابعاً متابعيني من أي مكان، أنتم المجد لماجد ومجده ودعمه وقوته. خامساً أنا الإنجاز ولو كثروا من قالوا أنا. في أمان الله، استودعكم الله. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد بن طاحوس، أكيد أنكم عرفتوني، الكنقة ريالتي. أبشركم من الله جابني، وأشكر كيان الواقع وأشكركم يا جمهور على تحتي هذه الفرصة، وتذكروا أني عادني على وعدي إن شاء الله أني أكون من المحبوبين، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم المتسابق نواف بن سعد الشهراني، منشد وراوي لقصص مؤثرة وتاريخية، وأسأل الله العلي القدير أن الله يوفقنا وإياكم. أشكر جميع الجماهير من دعمنا، وأشكر قناة الواقع، وأسأل الله العلي القدير أن الله يجملنا وإياكم. يلا عسى كلك الدم في رجاك مخالوف، وأعوذ بك من الحسايف والزرى والندم. الله يصيب العدم والله يصيب الظروف، الله يصيب الظروف اللي تجيب العدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نواف عقاب. الحمد لله على وصولي إلى هالمرحلة، والله يعطيكم ألف عافية. لكل من دعم نواف، لكل من رفع معنويات نواف،
وابشروا ان شاء الله بالسوالف الطيبه والضحك والوناسه واللي تبونه. تشرفنا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله الحافي، طبعاً الموهبة شاعر، طبعاً أقدم الأفكار الشعرية والأفكار وأيضاً القصائد الشعرية والأفكار الإبداعية. طبعاً سابقاً سمعته في التصويات أعمالي، فبإذن الله أعدكم في نسخة جنتل إني أقدم أعمال تليق على استحسانكم، وأشكر شكر خاص الكيان العظيم كيان الواقع على إتاحة الفرصة لنا، وايضا اشكر الجمهور العظيم جمهور الواقع على الدعم والتصويت، وشكرا لكم شكرا لكم. السلام عليكم. معكم حلمنا يكبر ونعيش الامل واكثر، نزرع قصه وتثمر جنتلها مع عشرا وعشر عوامي سنة حلوة القوامي تتعد بأهل سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبيد مقبل منشد، وشفتوني قبل، والحمد لله على وصولي لهذا المرحلة. شكرا لكيان الواقع، شكرا للجمهور اللي وصلني إلى هنا. نوعدكم إن شاء الله بنسخة استثنائية، وإن شاء الله لنا لقاء إن شاء الله في النهاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد العزيز المغيري، وأتوقع أنكم ما نسيتوني اللي ما يحب الهدوء وحافظ للقصيد وراوي للقصص اللي إن شاء الله تنفع جمهور قناة الواقع وتفيدهم، وإن شاء الله أن نقدم الشيء اللي فيه جمهور قناة الواقع. وأشكر كيان قناة الواقع اللي تاحت الفرصة لي من 6000 متسابق ومتقدم ونجم مبدع مثلي، إن شاء الله يكون قدها الثقة. شكرا لكم. جنتلها مع جنتلها جنتلها مع 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 جنت
فرحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع جنتل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير. حبيت أعرفكم على نفسي، سعود المكاحلة، منشد ومعلق صوتي وهاوي للتقديم. عندي شيلة بسمعكم، ولا تدرون خلوها لبكرة، قدامنا 90 يوم بنسمعكم لو تبون كل يوم، فودعناكم الله. أنا ما جيت متقدم باسم ربعي وبس، أنا جيت بمثل أهل بيشة عموم. أخوكم المتقدم سلطان الواهبي، شاعر ومقدم بعدها. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. تم قبولي ضمن 24 شخص والذي تم اختيارهم من 6000 متقدم، وهذا بالنسبة لي نجاح عظيم. ولكنها ليست نقطة الوصول، بل هي نقطة البداية فقط. ودنا أن بهم التسع من الوقت ونسمعكم بعض القصائد، ولكن ننتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله. سلامتكم. السلام عليكم، الله يمسيكم بكل خير. أخوكم المنشد جريم المصارير، منشد ومحب للشعر وأكتبه، جيت هنا أنافس إن شاء الله على الأول. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر كيان قناة الواقع على إتاحة الفرصة لي، وأشكر كل من ساهم في وصولي إلى هالمكان من الجماهير الغالين. وأقول بيت لابن فطيس يوم أنه يقول: ما نيب من ياتي ولا يدرابه، شطر حفظته ما أعرف كتابه، شطر يناسبني المثل الليلة وأشوفني في ذا المكان أولابه. أنا جاي أنافس على الأول، وفقكم الله جميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طاهر بن محمد من سلطنة عمان من محافظة طفار. الأخ منشد، وأبشروا بكل علم طيب، وأبشروا برياليتي، وأبشروا بنسخة تليق بجنتل. وأسمعكم: تكفوني يا اللي تشوفونها بي
كيف العمل لا مشاهته ولا سمعه خلوني يا حب خشمة والمسك فوفة لو كان أشوفه من الجمعة إلى الجمعة. وسلمت وأشكر كيان قناة الواقع وأشكر الجمهور قناة الواقع على الدعم وشكرا جزيلا وأبشروا بكل علم طيب. يا سلام الله عليكم يا قناة الواقع، القناة اللي خذت كل الصدى في الساحة، القناة محفزة والعلم فيها نافع، جيت أبا شارك ومثل منطقتنا الباحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميع. معكم أخوكم مخلد بن عايض الغامدي من منطقة الباحة، الهوايات مقدم وملقي ومتذوق للشعر، وأقول الله يجملنا ويقدرنا على فعل الطيب. جمهورنا العزيز، جمهور هذا الكيان الشامخ، كيان قناة الواقع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في انطلاقة برنامج جنتل على شاشة قناة الواقع، الشاشة التي عودتنا على تقديم كل ما هو جديد، وبإذن الله جنتل سيكون نسخة استثنائية. أعزائي الجمهور، دعونا نستكمل وإياكم دخوليات المتسابقين. مرحبا، معكم المتسابق ضيف الله ابن تركي المتأهل في مرحلة 24 من ضمن 6000 متسابق، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل قناة الواقع اللي أتحت لي هذه الفرصة، والفضل لله سبحانه وتعالى ثم الجمهور اللي خلاني اليوم أقف في هذا المكان. فأقول لهم أنا ما جيت أكتفي بالمشاركة، أنا جيت أخذ، وإن شاء الله أن نقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي جماهيرنا، ونقول لهم جايين نكسر كل الأرقام عشان ما نحرق عليكم، أن غدا لناظره قريب. سلامتكم. حلمنا يكبر ونعيش الأمل وأكثر، نزرع قصة وتثمر جنتلها مع جنتل. ما فيه مثل الدمث والقلب النظيف، لو تنطوى الأيام ما هو ينطوي، وإذا القوي حيله على الرأس الضعيف يجعل ماني لا ضعيف ولا قوي. إيه نعم، أنا النجم القادم والجنتل القادم، كما وعدتكم جاي من الكويت أخذ الجنتل وأرجع، أخوكم بندر القرقاح من دولة الكويت. معكم حلمنا يكبر ونعيش الأمل.
واكثر نزرع قصه وتثمر جنتلها مع الله يجمل كل من جملوني اللي على شاني يشوشون والله أقرب مثل هالحين هم فوزوني شفني بهم فوق نجوم المطلة. أخوكم عبد العزيز والرباح مهندس شبكات. طبعا جينا كان حلم وصار واقع بإذن الله. أنا والزملاء إن شاء الله نقدم كل ما عندنا إن شاء الله للجمهور اللي ينتظر منا الرسائل إن شاء الله اللي من خلال هالتسعين يوم هذه إن شاء الله بنوصلها. أشكر قناة الواقع على إتاحة الفرصة، كذلك أشكر كل شخص دعم. بيض الله وجهكم جميعا، أسأل الله العلي العظيم التوفيق لي ولجميع الزملاء. شكرا جزيلا. Welcome ladies and gentlemen. اهلا سيداتي وساداتي، اخوكم سلطان بن تركي آل سعد. اخبال وضحك ووناسه، وابشروا بالمقالب والتحديات وكل الشكر والاحترام والتقدير لقناة الواقع، ولا ننسى الجمهور اللي خلف الشاشات اللي الله يبيض وجيههم ما قصروا ودعموا، وكل احترامي وتقديري لكم انتم. واخر كلمه اقولها احبكم. يقول من محطة النجاح وباب تحقيق المراد في برامج شاشة الواقع وفي روادها جاو دربين المواقيف وصواريم الهداد والنشامة جات ترفع شعار بلادها وانا جيت ونارنا والله ما ترجع رماد مرين وزحول يا ممال اشدادها والتنافس شي طيب وفيه من العناد بس خوتنا ما والله في اللقادها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم علي بن هادي. أول شيء نحمد الله على التوفيق وقبولنا من ضمن 24 المبدعين، وثاني شيء نشكر الجمهور ونشكر شاشة قناة الواقع، وأقول للجمهور أبشروا بالسعد واحتزموا. Yeah.
إذا غامرت في شرف مروم فلا ترضى بما دون النجوم، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. أما لو بيوم قالوا كل غايب ياتي واثر ما قفت بها الأيام ما تتيبا، واثر ما قفت بها الأيام ما تتيبا، وانحنى ظهر الطموح وشيبت هقواتي، فالطريق اللي من الهجران يقنب ذيبا، فالطريق اللي من الهجران يقنب ذيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم تركي الجعفري. شكرا لكيان قناة الواقع على إتاحة هذه الفرصة لتركي وزملاء تركي، شكرا جمهور تركي اللي وصلني للمرحلة هذه، وبإذن الله أني ما أخيب ظنكم، بإذن الله تركي جنتل بكم، شكرا. لك الحمد حمد نستلذ به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد حمد يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. جئت هنا في هذا المكان المرموق وهذا الكيان العظيم الذي كل من جاءه صقل بموهبته فيه، جئت لأقدم الجديد والمفيد وفي قناة الواقع أفيد وأستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم كل خير. أخوكم جبر المداري السبيعي، الموهبة مقدم وملقي للشعر، وبإذن الله كل مجال طيب تجدون ما فيه. وهذه شاشة الواقع، نجم بالسما ساطع. شكر خاص لكل شخص دعم جبر المدارية ووصل لهذا المكان، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سعد الطويل. أول شيء أشكر الله وأحمده على وصولي إلى هالمرحلة اللي من 6000 إلى أن وصلنا وقفنا على 24. المواهب إنشاد، المواهب الأخرى تشوفونها إن شاء الله مع الأيام، وراح نعطيكم إن شاء الله اللي حضرنا الحين. هلا يا ونتي ونات معنا غريب الدار ملهيتا هشطونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنتلها مع جنتل جنتلها مع جنتل، لمتنا وخوة
قوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع اصبر يا عين لا تبكين واعتنز يا قلب لا تنضم ما على وجه البسيطة زين والعوض في دورة الأيام. يا مرحبا، الله يمسيكم بالخير. معكم أخوكم الجنتل عبد الله الدفين، اللي حولت من أعداد هائلة ومن أرقام صعبة ونافست وداحمت إلين شفتوني جالس أمامكم وأحدثكم. والله لا يهين الجمهور ويطول عمارهم، والله لا يهين كل من شجع عبد الله الدفين، واصبروا وابشروا بكل علم طيب أقولها من هذا المنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أيمن الظفيري من محافظة حفر الباطن. إن شاء الله جينا نقدم كل خير، وأنا أشكر كيان الواقع العظيم اللي أتاح لي الفرصة أن أشارك ربعي وزملائي. حلمنا يكبر ونعيش الامل وقت